يعني شلون لبس العيد مالك باقي؟ يعني وين حطيته؟ حطيته هون بالبيت. يقول لك دنا عيد ولسه لبس العيد انا لسه ما لقيته. لبس العيد لسه انا ما لقيته. وين لبس العيد امي؟ شو بتخبي لي اياه بعدين ما بلاقي؟ شو هاي الشنطة؟ شو فيها هاي الشنطة؟ شو فيها؟ شو فيها هاي الشنطة؟ شو جابها فوق الخزانة؟ الله اجت بوقتها. والله كنت قاعد ومالي. نرجع نعمل حرب؟ نرجع نعمل حرب ليش لا؟ بس لازم اول شيء اخبر الفريق. بس هالمره الحرب رح تكون غير كل حرب. انا بعرف شلون المره. الله الكل بيسمعني. صوته منيح. هذا صوت حرب ببجي. حرب ببجي مرة تانية حرب. جيتم بالعبي وراني. هذا هو الكلام ورانا. أكيد الرسالة وصلتهم. هالمرة رح تكون الحرب غير كل حرب. هي اللمة اللي بعرفها أنا. الله حيو الشباب. شو؟ حرب ببجي؟ لا بس هالمرة غير كل مرة. هالمرة في عنا قوانين جديدة، أسلحة جديدة، وبالأخير الفوز له مكافأة قيمة كتير. قول يا حبيب جدا غروانة. قول سمعنا. ذاك معروف القوانين. ليش بتعلموا زيطة وزنباليطة؟ كل واحد لحاله، واللي بيخسر بيطلع بالأخير. أنت أخي وحدة بتحكي مع عبادة. شفناك هذيك المرة لما خسرناك ومتي رجعتي أمتي ضربتينا بالبويبيج وخربتي أم اللعبة. إيه لا حبيبي فتح لي عينك. أنتوا تآمرتوا علي تحشتوا علي اثنين ونحن قلنا كل واحد لحاله واضطريت أستعمل السلاح الخارق تبعي. اسمعوني هلا هالمرة غير. هالمرة مو كل واحد لوحده، راح نكون كل تيم مع بعض. يعني كل واحد راح يكون في معه معاون. في واحد جديد راح يدخلوا معنا. مين لسه ضل؟ ضل حدا ما لميته يخرب بيته. أنا جيت. الله حيو المراجل. سمعونا كيف؟ هذا أنت ولك حقير؟ يخرب بيته أجابه هاي؟ أنا لما يكون في حرب بجي لحالي مباشرة. والله لجننكم. عبادة سمعنا النشرة. أيوة بقى تحمست كتير. أنا كتير تحمست. أقسم بالله أول واحد رح أتناوله أنت. مو بالسلاح بس وبوابيجي كمان. طول بالك. وأنت سمعنا هالقوانين الجديدة. يلا خلصنا. رح نكون إحنا كذا تيم. يعني مثلا أنا وأبو الزيك. إيه ومعناها أنا ومجودة مع بعض. أنا عيفوني مع أبوي. نحن اثنين كبارية بنفهم على بعض. إيه وأنا لحالي يعني. طيب بما انه امي ضلت لحالها تيم لوحده رح تاخذ ضعف الكميه السلاح والذخيره وبحق لها تنضرب ثلاث مرات حتى تطلع من اللعبه. موافقه اذا ماك موافقه لحتى نبدل. لا 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 موافقه. ليش لحتى ما اكون موافقه؟ كل شيء دبل. والله لا هريكم هري. طولوا بالكم علي. ما خلصنا لسه. اخر تيم بيبقى رح يفوز بهذا الصندوق. اذا سالتوني شو فيه هذا الصندوق رح فرجيكم. فيه 1000 دولار. التيم اللي بيبقى الاخير رح يربح 1000 دولار. 1000 دولار. 1000 دولار. الله اكبر. هذا هو اللعب. سمعان حجي جهز لي حالك. حدوج سمعتي المبلغ؟ والله نقبر الفقر انا وانت. فتح لي مخك خلق منيح. فهمان كل تيم هون له شنطاي مخباي هون بالغابه. مباشره بتروحوا بتدوروا على الشنطاي بتسقوها وبتزعوها بعضكم. يلا عشان استنوه من هاللحظه بلشت الحرب. حدوج حقيني حقيني ساعه. يلا يلا تعولي بقى. وين بدك تهربي؟ يلا حجي يلا وراهم. وين قايمة؟ خريب بيت المحاضر. أنا رأيي بسبب ما حد يحس عليك. خرب بيتك. وينك أنت عدو عليك؟ وين سحبت عليك؟ الله ممتاز. سلاح أول سلاحين وهي الزخيرة. ممتاز. تعولي بقى حدوج. أنا ما عم بلاقي شيء. وينها؟ لقيتيها شيء أنت طايلة؟ أنا كمان عم بدور. ما عم بلاقيها. خرب بيته. وين خيفيه؟ ليك 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 مجودة. ليك تعا 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 تعا. خرب بيتك من حالك. لقيناه لقيناه. وين عاد تنفتح؟
سوق بجودي خذ هاي السلاح انتي لك وهذا ابي سوق هاتي هذا هو يس هذا هو خدوج نحن لازم نروح بالصندوق ها هاتي الذخيره الحقين بسرعه ها قطعتوا لي نفسي يخرب بيتكم ما عاد بدي العب يخرب بيتكم اللي حركه ايش هاللعبه هاي يلا حجي اجي يلا حجي مالك قدره تمشي كمان مالك قدره تمشي جبناك يا عبد معين تعين طلع بده مين يعينه وين الشنطه هاي كمان طلع هذا اللي فوق الاسود وشو على الشجره فوق وين ها ليك صلاتي على النبي عليك نظر بيفلق الحجر دي خد بقى قدحني عين ما عطس اه يلا بابا جهز لي حالك ها ما في لعب ليه في باروده وفي فرد وفي ذخيره خد انت الفرد وانا اذا تقصد بعطيك بالذخيره سوق انت شوف فرجيني تعرف شو خطط على بالي فكره لحتى نستغل هالمكان منيح لما انه عالي الحقني لا الحقني لك انت وين عم بتقول لي الحقني ما معنى اسلحه لحد يحس علينا قول كتاب ايش قد بتنو ايش قد بتنو ليكو انا بخبي هون سلاحين كيف عليكم تعالوا سوق الله سوق وحده لي وحده لك هذا هو بس الحقني عمداش الحقني قولك جودي تعال هون خليك هون جنبي بلا ما حد يشوفك يضربك فورا تعال هون تعال قولك شبك المنطقة هون مرصودة الدي جي لهون لا بدي يطلع من هنيك يا بدي يطلع من هنيك او يمكن يطلع من هون سلم حالك واور ضربة ومنقول بسم الله الرحمن الرحيم ولك أبي لسه ما بلشت لا الحقيقي قلت لك خليك جنبي ما بيفهم وين بدك توحي جايتك لا ايش هاللعبة هاي انا اجري ما عادوا حملوني بدي انسحب ولي ولك طول بالك الا ما يجي روحي طول بالك اسمع في صوت جايين على خطتنا يلا لك انت وين اخذنا وين بتقلي الحقني ولكتو انت شغلتك بس تنقها امشي معي هون بس امشي الحقني هيك طلع هديك المنطقه شكلها فاضيه وعاليه ونصد المكان كله يدو الحقني لحظه اسمع شكله في صوت شكله في حدا سبقنا لفوق ها مع ذلك الحقني ونصطادهم معلش دوب يحسوا علينا الحقني عندك جدي لا تحرك عباده شلونك طمني عنا بس ولك حجي انت ايش دخلك باللعبه اه بس عباده ابوك مو كان معه وين راح عباده هيك بدك تموتني ابوك غش اصلا غش تركني وراح لك ما بصير لازم عيد من الاول لازم نقسم الفريق من اول جديد ما بصير اي لا انا ماني بطمن انها القصه منوب ها منوب ماني بطمن والله جدك زعلني كثير عباده اه يا حنون خدي هي اه شايف اه وهي مني ما قلت لك فيها غش والله اكلوها الحقني خذي جودي يخرب منا يخرب بيتك من حالك لحال حي لحالك وإلك مرتين انت بس قوم يلا خسرت فورا يا حقيره تركتيني ورحتي فورا هلا وقت تعاتب لانه هلا المكان مناسب كثير للمعاتبه قوم خلصني يلا بسرعه خبه ورا ابوي ليش ايش في ليش ليك 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 ام عبادة ترك علي قلبي ملاي مبتلي لانه منا مجودة طلع عينيك طلع مين في طلع استغل الفرصة ايش رأيك تعال شوف مين في هون خدوج ومجودة هذا التيم ضعيف كثير الحقني عند العدد الثلاثي ابتوا جوم تضرب ماشي واحد اثنين ثلاثة جوم كشفوني اخ يا خدوج الحقيرة يلا بزيك ايش استنى ضرب يا عباد الحقير الله خد هاي جدي اخ جابني مجودي هالحقير هدول كان عم بيضربوا على ابوي وجدي الحقني بسرعة ايش عم بصير هون؟ ليش هيك ما ضر صوت؟ ليش صار صنطة؟ اخر محاولة، ما لي طالعة من اللعبة لأربح عنا المصاري، أنا بفاجئكم.
بلولولي خبى 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 امي هون امي هون قولي ما بدي عبدا انا بخاف ما بدي ما بدي لا تخوف مع بعضنا هجوم يلا واحد اثنين ثلاثة عندك امي عندك ما في حدا لقيتني هون مفكريني غبية مثلكم وهي ضربة مزدوجة جهزوا لي حالكم اخ لا جابتني جابتني هيك قصور الحرب تتخبى منيح وتفكر منيح تتخبى منيح ما عاد عنا صغيرة ها انا جاهز لا تخاف مين في هون انا حس في حدا هون ها اللي هون يطلع راح ينضرب عبالكم شم يا ريحة غدر ها في ريحة غدر سمعت بمكانك مش بدي عندك ولا حركة وانت كمان ضرب حجي ضرب ضرب اه يا حقير ضايلة لقطة وحدة وبتموت الحقني الحقني شفتها ايه لا مو كل مرة ركزوا معي كل واحد بقوله مرة واحدة ها عشان تعرفوا بس لقب عبادة انت حسين الجابر هون شوفها وينه وينه بس عندك اه الله يوفقك طلعتني من اللعبة هذا هو اللعب يخرب بيتك وبقيت لحالي ام عبادة استني جايكي وينك ام عبادة ام عبادة وينك منين طلع هاد؟ خذي هاي اه الله يوفقه طالعني برات اللعبه وكشبت 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 اي لا تفرح كثير جدي اخ يا حقيره يا خدود وطالعته من اللعبه وطالعته من اللعبه مجودي وبقينا نحن وتيم عباده بس بسرعه لحظه ايش الصوت هاد؟ كانه في حدا جنبي كانه في حدا جنبي هون انا مجودي مجودي مين مين الله معك هالحقير خدود بايدي لوحدي لا مو لوحدي حط السلاح من ايدك بسرعة خدود هذا انت لا بيشبهني سلام عبادة بقينا راس براس جهز حالك هالحقيرة اذا تعربشت فوق برصد منطقة اكتر وبقدر بجيبها بس هي وين صار هاد بس عندي يا حلو عبادة عبادة ليك طلع ليك 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 بنزع المصاري بالنص إذا بدك نربح نحن اثنين فسما وبنزع المصاري بالنص إذا بدك وشو الله جابرني أخسر المصاري راح أربحه ما راح أسيب شيء سلام يا حلو أعطيني إشارة شيل 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 يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل العبرة مو بالبدايات العبرة بالنهايات دائما فكر منيح لحتى تربح على عدوك انتظروني بجزء جديد